الإعلان عن بعض المراكز في الكرة الذهبية البالون دور، يعني لو قلنا ال 22 في طبعا في أرقام وفي ترتيبات مشترك فيها اتنين علشان نفس النقاط، هما السنة دي عاملين فيها حاجة مختلفة، تجميع نقاط على الموسم اللي فات مش على السنة المناديه. معانا من رقم 22 صح يا شباب؟ طب ماشي، رقم 25 مين؟ كانسيلو مدافع السيتي، اوكي. كيميتش ماشي، اوكي. كانسيلو كيميتش ده 25. سيزا ماشي، ميلان. نكونكو لايبزيج، اوكي. نوننز، ده دول ال 25. ست لعيبه موجودين في مركز ال 25، من 25 ل 30. اما عن رقم 22 فسيلفا موجود مع ارنولد، موجود فيل فودن موجود معاهم في مركز ال 22. رقم 21 هاري كين، رونالدو رقم 20، ودي مفاجأة لرقم 20 على العالم. على فكرة هي أول مرة تحصل له، ولكن برضه أنا حاسس فيها مجاملة، اللي هو أصلا ما لعبش السنة دي أيضا على ولا حد فكرة شافه. ولا السنة اللي فاتت. وميسي مفاجأة أكبر بره ال 30، فلو هنقيسها فميسي ممكن يكون موجود في ال 20 بقى مع كريستيانو، أو الاثنين يبقوا بره. الاثنين بره. يعني كان يخرجوا الاثنين بره، يقولوا أنتوا خلاص خارج التقييم، أنتوا أكبر من التقييم دلوقتي. عندنا رقم 17 كاسيميرو ودياز متشاركين في 17، رقم 16 فان دايك، رقم 14 فابينيو ولياو نجم الميلان، عندنا 13 هالر، وعندنا رقم 12 رياض محرز. دي الارقام او الترتيب في الارقام اللي ظهر حتى الان، اي اسم هيطلع او اي ترتيب هيكون موجود هقوله لحضراتكم. في بعض الانديه بتعلن اسماء، بس احنا خلينا مع المكان اللي بنجيب منه او المصدر الموثوق منه، ان هتلاقي فيه حاليا ارقام كتير وتداول كتير. رسميا كل حاجه هتبان الساعه 9 مساء. على ذكر الاسماء العالميه دي، شفت امبارح هدف صلاح ازاي؟ الهدف ده محدش يجيبه غير محمد صلاح. هدف صناعة وتسجيل وإحراز وإخراج محمد صلاح، هو ده الملك، هو ده الأسطورة. محدش يجي يقول الأسطورة. الأسطورة على مستوى العالم من وجهة نظري ومشرف مصر ومشرف العرب هو محمد صلاح. لا مش وجهة نظر، ده الواقع، ماشي، وده الواقع، ده الأرقام. وبعدين محمد صلاح هو الهداف التاريخي ليفربول، محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي أكتر من مرة، محمد صلاح عمل ارقام قياسيه كتير جدا، محمد صلاح هو حديث الشارع الانجليزي. يكفي النهارده ان الصحف الانجليزيه كلها بتتكلم على مو فكرة صلاح. على ذكر الصحف، معانا بعض المنشطات من الصحف الإنجليزية. اي سبورت قالت، اي سبورت آسف، قالت احمر ناري، مع انها بتاعت احمد الاحمر، بس ماشي هنعديها عشان خاطر، عشان احمد عشان الاحمر. خاطر صلاح الاحمر الناري بتاعنا يا جماعه، مش هينفع غير الاحمر الناري يعني. وصلاح ينهي سلسله اللا هزيمه للسيتي، ده برضو اي سبورت. ذا جارديان قالت هذا هو انفيلد، جوارديولا لا سينشط جوارديولا يستشيط غضبا بعدما فاز صلاح لمباراه المثيره ليفربول. ماتشات عظيمه جدا لازم فيها اسم صلاح، طيب ممكن لازم اقول فيها لك صلاح حاجه؟ طبعا. مش كان عندهم هالاند؟ ماشي، اذا كان هالاند كان بيلعبوا بيه الناس من النرويج، فمحمد صلاح من نجريج. ما امبارح مصريين كلها كانت بتقول واحد نجريج واحد نرويج صفر. فاذا كان هالاند من النرويج، ما محمد عندنا صلاح من بنجريج، نجريج. ما مصر كلها ما امبارح، حدش يقدر يقرب من ابن امبارح مصر. نجريج ترند نجريج يعني. ترند في العالم على فكره، كل السوشيال ميديا بتقول الفرق ده، هذا الفرق ما بين النرويج انا ونجريج. فكرتني نجريج ونرويج دي بمقوله الكابتن مدحت شلبي طبعا، لو كان عندهم كريستيانو فعندنا صلاحيانو. في صلاحيانو، انا فاكر، لا صلاح فاكر دي اسطوره، اسطوره الكره المصريه، فخر للعرب، فخر المصريين. زي ما قلت لك محمد صلاح كل العالم عمل مع احاديث، كل المحطات التلفزيونيه حتى في امريكا اتعمل مع احاديث، سي ان ان، لم ولي عهد انجلترا عمل احتفاليه مع محمد صلاح اللي هو بقى لا. مالك دلوقتي. وبالنسبه لنا دلوقتي ان الصحف البريطانيه والانجليزيه يبقى الطبيعي بتاعها زي ما احنا شايفين كده، صوره صلاح هي في الصفحه الرئيسيه في مانشيت بقى، ده الطبيعي يعني، بس مش مفاجاه نقول ده الله العادي، بصوا. ده العادي. لا 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 خلاص، ده العادي يا جماعه، ده العادي. العادي ان صلاح موجود باحتفالاته باسمه بصورته بكل حاجه. ميرور بتقول الطيب والشرير، تسديده صلاح تحسم المباراه التي شهدت العديد من الاحداث المثيره للجدل، حاجه انت محترمه جدا. عرفت صلاح لما كان واقف وعلى على فكره هما تحت حاطين صوره جوارديولا وهو بيشاور امسكوا الحصان، امسكوا الحصان. في طب صوره انت كانوا بيقولوا خدت الحقوا. بالك بعد الماتش لما جوارديولا نادى على صلاح كان بيقول له ايه؟ كان بيقول له انا من نجريج.
انا بلدياتك يعني، خف علينا يعني، انا بلدياتكم يعني. والصوره اللي على جنب دي كلوب وهو بيتخانق مع الحكم، ان بصراحه انا شايف ان كلوب برضو كان ماسك اعصابه. اه طبعا هنا كان بيقول انا من نجريج. كان بيقول انا من نجريج. فاللي انا عاوز اقوله صلاح شرف الكره المصريه، اسطوره من اساطير الكره المصريه، واحد من اهم واعظم اللاعبين في تاريخ الكره المصريه. كلام محترم جدا. وهنا ديل ستار عملوا حاجه لطيفه دبل مينينج، هير وي جو، عملوها هير وي مو، يعني اللي يلا بينا، فهو الانطلاق من عند صلاح. فهير وي مو، صلاح دايما دايما قوي ودايما هو الفخر لكل المصريين. ودي ميل كمان قالت لحظه سحريه، تسديده صلاح العظيمه تغرق سيتي. انت شفتها دي من حارس المرمى لصلاح 12 ثانيه من حارس المرمى لصلاح، اسيست من مش اول مره يعملها اليسون مع صلاح، عملها قبل كده مع صلاح. عبقريه من حارس المرمى لصلاح، عملها قبل كده مع مدافعين، عملها قبل كده معاه في مانشستر يونايتد تقريبا، هم متخصصين مع بعض، عملها مع نيورتش سيتي على ما اظن. هنا بص، هنا الفاول بيتلعب، دي المره الثالثه وهو بيتلعب 74 دقيقه 48 ثانيه، مجرد صلاح بيحط الكره جون في 12 ثانيه. 12 ثانية من طلعت الكرة من حارس المرمى، 12 ثانية يعني، 12 ثانية يعني. صلاح أخذ سبرنت ما شاء الله، أليسون هو بيمسك الكرة عينه على صلاح، أول ما لقاه أخذ الطلعة خلاص حافظه. هو ممكن صلاح السنة دي افتقد ساديو ماني طبعا، وعاوز أقول حاجة، يمكن نتائج ليفربول لما بدأ في بس احنا افتقدناهوش، ما كانش مرضية. نونينز لما نزل أول حاجة عملها رايح يدي صلاح انفراد، قام شاطها بره، يا عم تديها لصلاح. لا يعني كان دي هيجيب التاني. الثنائيات في الملاعب معروفة يعني، صلاح وساديو ماني كان دايما ثنائيه جميله ورائعه ليفربول، وخلت ليفربول ياخد بطوله الدوري وياخد بطوله اوروبا. حضرتك شفت الصور دي؟ بص تحت في جوارديولا اللابس اسود ده، هنا واليسون بيلعب الكوره بيشاور على صلاح، امسكوا الحصان يا جماعه. الصوره اللي بعدها اول ما الكوره وصلت لصلاح هيقع على الارض، اول ما الكوره جت لسه ما دخلتش جون، لسه ما دخلتش، حط ايده على راسه، اول ما صلاح عدى بص هو في الارض، قعد على الارض. اي بس هو كان في حراسه اثنين مدافعين، بس هو سبق. بس هو يعني اتخلص من الاثنين المدافعين. هو اول ما تخلص منهم، بص هو فين؟ وقع. طبعا قعد على ركبه، خلاص هو عارف ان الكوره جون، خلاص جوارديولا رفع الراية البيضاء. وكان في صوره ثانيه بس مش معانا للاسف، ما لحقناش نحضرها. فان دايك، مش عارف احنا نجيبها ولا لا، فان دايك اول ما صلاح انفرد من ظهره بيحتفل. طبعا. والجميل بقى في الكوره بعد الجون، خط الدفاع كله، الملعب اتقسم نصين، كل الناس اللي في نص ملعب السيتي راحوا لصلاح، ومدافعين كلهم راحوا يحتفلوا مع اليسون عشان الاسيست. لا هو الاسيست اليسون، لان اسيست رائع من المرمى لصلاح. لا هي كره الماتش، هي دي كره المكسب، هي دي كره النقاط، هي كره كل حاجه. بعدين ما هو فان دايك لازم يحتفل عشان صلاح خفف عليه العاب بتاع هيلاند. صحيح، ما انا قلت لك هيلاند من النرويج، صلاح من نجريج. ماشي، ففان دايك لازم يحتفل، لان برضه هيلاند تعبه، هو ماسكه مره او اتنين بس تعبه، انت بتتعامل مع قطره بشريه.